هذه الاغنيه كنوجدها من نهار 9 مارس، من نهار الخطاب الاول ديال سيدنا، وتسنيت الوقت المناسب، وكانت ضربتني واحد الغيره اللي هي يعني ما نعست شي 3 ايام ملي كان جا واحد الواحد المصري يقدم واحد الاغنيه سيدنا كيقولوا له عصام. وفكرت انا يعني بقى فيا الحال، لان عندنا حنا صوات وعندنا ملحنين وعندنا مغنيين، وما كنتسناوش حنا واحد غادي يجيب لنا اغنيه ديال سيدنا الله ينصرو ماشي قد المقام ديال سيدنا. وهذيك الاغنيه لقاوها مخيونه، نطت انا درت المجهود ديالي وتعاونوا معايا الاصدقاء ديالي على واحد الاغنيه وجهزتها ووجدتها، وراه غادي تكون اليوم ان شاء الله مع السبعه العشيه مليوحه في المواقع كلها. كنقول فيها سيدنا سيدنا مالكنا كتبغينا تحنا كنبغيوك، بشعار نحييك الله الوطن والمالك. الحمد لله تعالى على صاحب الجلالة سيدنا من سلالة السراج المنير، فضل زيادة الحالة والمغاربة كلهم رجالة، وعلامنا في السماء تعالى والحرية والله كبير. هذه أجمل ما غنيت لها سيدنا، وكان لازال الحديث باقي.